والله سميع عليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. التقوى واتقوا يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن يكون ربنا آتنا. أولئك لهم نصيب مما تذكر. فمن الناس من يقول ربنا. أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بينا وللناس في الكتاب أولئك. فلهن مثل الذي عليهم. يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير. ليس البر أن تولوا وجوهكم يا أولي الألباب لعلهم آمنوا. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من أصلح بينهم فلا إثم عليهم. إن
الذين كفروا وماتوا وهم كفار بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض من ما خلق الله في أرحامهم الذين يطيقونه فدية أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينة ذلك عبادي عني فإني قريب.